أنقذ يا إرمز حياة إل إرمل بتجاهل حياتها، لكنه عرض صحته للخطر. في الواقع، على الرغم من سحقه تحت جريمة كبيرة وافتراء كبير، إلا أن رغبته الوحيدة هي جعل الشاعر يؤمن بنفسه. على الرغم من أن كان يدرك مدى خطورة تورطه في لعبة الفاتح، فقد يكون قد فات الأوان على كل شيء. سبتمبر في خطر الاحتراق في المنزل. يدرك يافيز أنه لا يزال يحب سبتمبر. ومع ذلك، لا يمكنه فهم مشاعر سبتمبر تجاهه. بعد معرفة كل شيء عن أسليم وكان، يغلق وعي جوليدي. لا يستطيع الشاعر معرفة الحقيقة. يواصل بيرشين التلاعب بالشاعر بشأن تعرضه للغش مع كان. يضع فاتح خطة لإخضاع كان وأسليم لأوزان في الفندق كما أخبر جولييد بالكذبة القائلة بأن أسليم خدع أوزان مع كان يرى صور سبتمبر يا أمز مع يلدا في الصحيفة على الرغم من أن يا يحل هذه المشكلة إلا أن الاثنين لديهما الكثير من المواقف تجاه بعضهما البعض تضمن رازية أن الرسالة التي توضح فيها إرمل أنها عدنان وأن أبنة النرمين تقع في يد عدنان عدنان ونرمين يوجهان تهديدات إلى سبتمبر وعائلتها الذين يلومونهم على رحيل يا أمس. نوران يمسك يا إمس في محطة الحافلات يحاول ثنيها عن المغادرة يجيز يأتي إلى حفل زفاف سبتمبر يثير برشين رايه الى اوزان بينما يعانق كان واسليم الشاعر لا يؤمن يسال اسليم لكن على اسليم ان يكذب بسبب والدته يضع فاتح خطه لاخضاع كان واسليم في نفس المنزل ليلا بينما تجري الاستعدادات لحفل الزفاف في المباني الملحقه يقرر يا ارمز اجراء تغييرات كبيره في حياته نتيجه لما عاشه مع الارمل بالتوازي مع هذا صدم نوران بشيء وجده في الواقع بسبب كان دخل في موقف لم يرغب فيه ابدا في موازاه ذلك سيضع برشين ورقه رابحه كبيره في يده الفاتح الذي يحاول تفريق زواج اوزان واسليم يصل إلى هدفه بشكل أسرع بمساعدة كوري. أعد كوري خطة باستخدام حسن نية أسلين ويعتقد أنه بهذه الطريقة سوف يتفكك تماما بين الاثنين. بينما يقوم سبتمبر وكوري بالاستعدادات للزواج، يراقبهما يا إرمز من مسافة بعيدة. وقد وضعت الفتاة الدهون عقلها على ترك. سيترك الجميع وراءهم. عائلتها، مدرستها، لها سبتمبر وطفلها. يا إرمز، الذي لا يستطيع التخلي عن سبتمبر بأي شكل من الأشكال، لن يغادر بعد سبتمبر مرة أخرى وسيسعى جاهدا للعودة معا. ديسمبر على الرغم من أن عدنان وكوري يضعان خطط ويحاولان إيذاء عائلة إل إرمل، إلا أن يا إرمز سيمنع ذلك. بغض النظر عن مدى محاولة يا إرمز القيام بذلك سررا فلن يفلت من عيون نوران. في موازاة ذلك سيكون أسليم هو الذي ينقذ برمين الذي حاول أن ينتحر ليفسد الصورة العائلية السعيدة لأسليم وأوزان مرة أخرى على الرغم من أن أسل إرم وأوزان لن ينفصل مهما حدث فقد بدأ برمين والفاتح حربا للفصل بينهما لم يستطع يا إرمار تحمل ما كان يحدث وخاطر بكل شيء لتدمير يا إرموس بغض النظر عن مقدار ما يحاول سبتمبر منعه سيكون هناك دائما شخص غير متوقع سيمنع يا إرمار يهرب سبتمبر من سبتمبر بينما يحاول يغيز التحدث إلى سبتمبر من ناحية أخرى يستمتع سليم وأوزان بل من شملهما مع بعضهما البعض أخيراً وعندما يفشل الفاتح في كسر الامور في ديسمبر، سيفعل برشين كل شيء لتعطيل هذه السعادة. من ناحية أخرى، لا تعرف سيبل ماذا تفعل بحقيقة أنها تعلمت من نتيجة الحمض النووي. يحاول سبتمبر سعادة أوزان وأسليم، بينما يتسبب ياغيز عن غير قصد في أكبر ألم يخشى حدوثه لوالده، إنه يحاول سعادة أوزان وأسليم. سيكشف بيرشين وفاتح الحقائق المتبقية في سيبل وجنكيز أثناء محاولتهما منع سعادة الأشخاص الذين يحبونهم فاتح وبيرشين اللذان حاولا إفساد حفل الزفاف الأب الذي حاول قتل يا إرمز لأنه أضر بابنته ولا يمكنهم الانفصال عن بعضهم البعض مهما حدث يا إرمار الذي يكتشف أن ابنته حامل لا يرحب بهذا الوضع جنبا إلى جنب مع نوران، يتخذون موقفا قاسيا للغاية تجاه سبتمبر. يتحرك لإطلاق النار على يا إرمز، الذي يعتقد أنه لوث شرف ابنته. عندما يطلق النار على يا أومز، يمر سبتمبر أمامه. يخبر كوراي، الذي جاء في اللحظة الأخيرة، أنه إيل إرمل العاشقان والطفل في بطن إيل إرمل منه. سبتمبر الذي يهتم بإنقاذ حياة ياغيز لا يمكنه الاعتراض على ذلك. في الواقع يستعد أوزان وأوزان لحضور حفل زفاف. سيقيمون حفل الزفاف في المقهى في المدرسة. يحاول فاتح برشين منعه. الفاتح يضع رجلاً بعده لخطف سليم، لكنه لا يستطيع النجاح. لا توافق جوليدي وممتاز على حقيقة أن أوزان وأسليم يتزوجان بزفاف برق يعارض هدية وطارق أيضا في البداية ولكن بعد ذلك عندما يفهمون لماذا يفعل الشباب هذا يقررون الدعم إن ميثاق فاتح وبشين يشن حملة صارمة لأنهم لم يتمكنوا من منع اتحاد سليم وأوزان يحاول سليم وأوزان بناء منزل في تحد لجميع العقبات التي ستعطل سعادتهما جوليد مصممة على الوقوف في وجه هذا الاتحاد بينما تبحث سبتمبر عن طريقة لإنهاء حملها تلاحق يغيز تحركاتها المشبوهة يحاول أوزان جمع الجميع معا لكنه في نفس الوقت يواجه برشينوك ديسمبر ويخطط لإظهار الحقيقة للجميع سوف العاب سيبل يسبب لها للحصول على أقرب إلى هدية في حين فتح بينها وبين القطران ديسمبر في موازاة ذلك سيجذب الخمول والغثيان المستمر في سبتمبر انتباه يا إرموس لن يغادر يغيز بعد سبتمبر بينما تحاول عائلة يغيز منعه من مقابلة سبتمبر رازية من ناحية أخرى تراقب ما يحدث من مسافه بعيده مره اخرى لقد احببتك مره واحده انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات